السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. نادية معكم، أخصائية تغذية، واليوم إن شاء الله يعني هي أول حلقة أعملها بعد الحرب في فلسطين. يعني أنا عملت حلقة عن فلسطين بس كانت صعبة الفترة اللي فاتت إني أنا أبتدي إني أنا أعمل أبحاث وأقرأ. يعني بتمنى إنه يعني تعذروني، والمواضيع اللي أنتوا طلبتوها مني إن شاء الله أخذها هلأ واحدة واحدة. الفيديوهات اللي حطيتها قبل هيك كانت كلها محضرة من قبل، بس إن شاء الله ربي يعين. وبس ما تنسوا أهل غزة في إن الدعاء، لأن هم محتاجين إنه دائما ندعمهم بالدعاء، وربي إن شاء الله ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر. وما بدي أشكر الناس المشتركين الجداد، يعني أنا ممنونة لكم لأنه أنتم بتساندوني، وإن شاء الله هاي الحلقة يعني إنه أبقى قادرة إني أوصلكم عن هذه الحلبة اللي أنا ذكرت فيها من المواضيع الأولى. في عنا نحن نعرف نوعين من الحلبة، في الحلبة الحمراء وفي الحلبة اللي هي لونها على ذهبي أو على إنه تقريبا بني فاتح. الحلبة الحمراء بسموها حلبة الخيل، على قد ما إنه هي كانوا يعني لأنه كانوا يعطوها للخيل حتى إنه هو تعطيه البنية القوية. ففي فرق بيناتهم، بس الخصائص العلاجية الموجودة في الحلبة الحمراء أضعاف أضعاف من الخصائص العلاجية الموجودة في اللي هي الحلبة اللي لونها ذهبي. قبل ما ابتدي الحلقه ما تنسوا تعملوا لي لايك اند سبسكرايب تو الشانل، فعلوا الجرس حتى توصلكم الحلقات اول باول. هلا زي ما ذكرت لكم احنا يمكن اغلبيتنا بنعرف الحلبه العاديه، هذه انه ريحتها وطعمتها زي الميبل، وهي بحطوها في البهارات، وكانوا دائما انه هي يستعملوها، حتى كانوا يستعملوها في الحلويات. وطبعا خطا لانه السكريات اللي فيها بتلغي كل الخصائص العلاجيه اللي فيها. لكن الحلبه الحمراء هي عضويه، وهي اكثر شيء يمكن موجوده في المغرب، وهي هذه يعني عظمتها انه في يعني اكثر ميزه بتميزها انه هي بتجبر الكسور. يعني فعلا المشاكل الناس اللي عندها مثلا كسرت مثلا من ايد او شيء، بتساعد على انه جبر الكسور، بتساعد على انه هي كمان المشاكل الناس اللي عندها في اي المفاصل، روماتويد روماتيزم، هذه كليتها انه هي لانه من كثر ما فيها مضادات اكسده وفيها كمان من الفوائد. وهي من يعني اكثر شيء فيها لكم انه من الفيتامينات، فيها فيتامين A وC وK وB6، ومن المعادن فيها الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، وفيها الياف ومضادات اكسده يعني كثيره. من اللي بيميز هذه الحلبه انه هي فيها انه من الفلافونويد، وانا حكيت عنه كثير، وكمان فيها اعلى تركيز من الصابونين، وبرضه حكيت عنه قبل هيك كثير، بس فيها 35% تقريبا فيها من ترايجونيلا فونوم جرايكوم. هي اساسا كانت بهذا الاسم معروف بالترايجونيلا، لانه فيها زي ما قلت لكم قد ما هي فيها من العناصر الغذائيه اللي بتساعد في الانسان حتى تعطيه الصحه العامه. بنفس الوقت غنيه بالابيجينين، وهي هذا حكيت عنه قديش فيه من مضادات اكسده، وقديش انه مضاد للالتهابات، كلها تعمل يعني وقايه كيميائيه نباتيه. في من الفوائد العظيمه اللي فيها سبحان الله، أولا هي بتساعد على إنه هي الناس اللي عندها مشاكل في أمراض الصدر زي السعال، البرد، تطرد البلغم، بتلين الحلق. كمان فيها ميزة إنه هي كمان خاصة الحمرة هذه إنه ممكن إنه تعالج الناس اللي عندها بواسير، إنه والناس اللي عندها الديدان المعوية، وبتعالج أي التهابات موجودة أو قرح في المعدة في الأمعاء، وبتحسن من الغشاء المخاطي. هلا ممكن تتاخد إنه معلقة إنه تحطي من هذه الحلبة وعليها معلقة عسل أو معلقة من العسل أو التمر، وهي بعدين تحط عليها مي دافية تغطيها، بعدين ممكن إنه هي تتشرب. بس أنا ضد إنه إحنا دائما نغلي، لأنه هي تتخلص من الخصائص كلها اللي تهبط الطاير. فدائما إنه إحنا نحط المي السخنة ونغطيها، وبعد 10 دقائق ربع ساعة نشربها. كمان بتساعد اللي هي الحلبة الحمراء على سد الشهية، في ناس بتستعملها كمان لخسارة الوزن، بس مش معناه إنه إحنا ناكل اللي بدنا إياه، بس بتساعد. فهذه إنه بتسد الشهية في ناس بتستعمله. في كمان إلها قدرة على إنه هي تزيد القدرة الجنسية عند الرجل والمرأة، لأنه بتزيد من مستويات التستوستيرون عند الرجل، وبتزيد من مستويات الأستروديل عند المرأة. وفي كمان إنه هي إلها دور في تنظيم الهرمونات، كما إنها حكيت عن حلقة انقطاع الدورة الشهرية، فهي بتقلل من أعراض انقطاع الدورة الشهرية، بتقلل من آلام الدورة الشهرية، وكمان بتقلل من الهبات الساخنة. هلا في ميزة يمكن من عصور قديمة إنه أنتوا أكيد إنه شفتوا الأمهات، أنا بتذكر أنا صغيرة دائما اللي بتولد
عشان ترضع بنقول لها الحلبة اللي هي عاملة زي البسبوسة، وطبعا هذه غرقانة من السكريات، بس هي الغرض إنه الحلبة فعلا بتضر الحليب سبحان الله. يعني إحنا نستعملها بالطريقة الصحيحة. في أنا قريت كتير إنه أحسن طريقة إنه أنت تحطوا من معلقة من الحلبة وعليها معلقة عسل، شو قطعة من الجنزبيل وشوية من الكركم، رشة فلفل، وتحطوا عليها مية وتغطوها مرتين باليوم. ما نكتر إحنا أكتر من معلقتين صغار في اليوم لمدة إنه شهر، ما شاء الله إنه هي حيزيد عندها الحليب، وبنفس الوقت من الجنجر والكركم هذا حيعطيها إنه يقوي المناعة عندها، وأي التهابات على قد ما فيها أنتي أوكسيدات، على إنه هي بتقلل من أي مشاكل في حتى بتنظف المعدة وبتنظف الأمعاء، وكمان أي مشاكل في التهابات من الرحم هذه كلها إنه راح تفيد، وكمان مشاكل القولون. فيها غنية بالبروتينات وغنية كمان بالألياف. هذه الألياف اللي هي فيها بتتحول إلى مادة هلامية، هي اللي بتحسن الجهاز الهضمي، هي اللي بتعمل زي مادة بتغطي من الأمعاء والمعدة، وهذه هي الفائدة اللي فيها. فيها اسم اللي هي مركب اسمه جلاكتومانين، وهي من عبارة عن سكر مركب اسمه الجلاكتوز، وهذه كتير مفيدة، بالإضافة إلى أنه هي بتقلل نسبة السكر في الدم. هلأ هنا أنا رح أوقف، طبعا هي بتساعد الناس اللي عندها السكر، بس لا يعني أنه نكتر عن معلقتين صغار في اليوم ولمدة شهر وإحنا نشوف، بس لازم بالمقابل نمشي على النظام الغذائي. برجع بقول هذه كليتها الأعشاب وكل هذه النباتات بتساعد، بس إنه لما يكون فيه جنبها إنه أكل بالسكريات، ويعني إنه إحنا ناكل بدنا إياه وبعدين ناخد مثلا الحلبة، ما راح يفيد. فلازم هلأ الميزة اللي فيها هذا اللي هو في حمض أميني اسمه هيدروكسي سوليسين 4، هذا شو بيعمل؟ إنه هو بيحفز البنكرياس بإنه يطلع الجلاكتوز، بيطلع الإنسولين على أساس إنه هو يتخلص من الجلوكوز اللي موجود في الدم، فبيقلل نسبة السكر بالدم بنسبة كبيرة جدا. فلذلك مشان هيك قلت ما تكتروا منه، لأنه ممكن إنه يقلل نسبة السكر لدرجة إنه يضر، يصير عندك هايبوغلايسيميا، يعني لما بينزل سكر كتير في الدم ممكن يصير عندك دوخة ومشاكل عيني، اللهم إني بلغت. فإحنا ما نعتمد بس على الحلبة، وهي كمان في ناس بتستعملها انه هي لانه بتسد الشهيه بتستعملها لخساره الوزن. هلا في ابحاث انا ححط لكم اياها بتقول انه بتساعد على انه هي بتقلل من السرطانات، فانا بتمنى انه كمان انه انتم تشوفوها، وبتقلل المستوى من الكوليسترول الضار، وكمان بتقلل من الدهون الثلاثيه. الناس اللي عندها مشاكل في الكبد، الكبد الدهني، عندها مشاكل في الكرش، هذه ممكن انه هي تستخدمها. هلا في عيوب في بعض، في واحده منهم. هلا الحلبة اللي هي الذهبية هذه في ناس لما بتشربها بتلاحظ انه هي في ريحة عرق، في ناس بتقول ريحتها انه مش ما بتأذيها، انه زي ميبل سيرب مثلا، في ناس تقول لا ريحتها انه هي مش حلوة، وحتى في البول، فيعني اللي حياخده اول مرة ياخده ممكن يلاحظ انه في ريحة العرق في ريحة البول، فما تقلقوا، هذه هي الطبيعية انه هي ممكن انه تعمل. الحلبة الحمراء وهي المرة هذه اللي هي اقل، يعني انه من انه ما بتطلع، وفي ناس بتقول انه ما صار عندها اي ريحه انه من العرق، هي التفاعلات في الجسم تختلف من انسان لناس. في ناس ما بتحس انه هي اصلا انه تغيرت انه عندها ريحه البول او ريحه العرق، فانا حبيت اني انا اذكر لكم اياها. بنفس الوقت مهم كتير نعرف انه ممنوع للحوامل، لانه ممكن يعمل تقلصات ومشاكل واجهاض، وكمان للاطفال والناس اللي عندها حساسيه من الفول السوداني، حتى انه لانه هو ممكن انه الناس اللي عندها حساسيه في السوداني ممكن يكون عندها حساسيه من الحلبه. يعني اتمنى ان انا اكون غطيت لكم عن فوائد الحلبه هذه الذهبيه، يعني ما شاء الله فعلا من معجزات رب العالمين. واللي عنده اي سؤال يترك لي اياه، بس برضو اذكركم ما تنسوا الدعاء لاهل فلسطين، وما تنسوا تعملوا لي لايك اند سبسكرايب، وان شاء الله اراكم في فيديو اخر، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.